ونبدأ من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي حذر رئيسها الجديد رافائيل جروسي من مغبة تدخل الدول في عمل المفتشين بعدما سحبت السلطات الإيرانية اعتماد مفتشة في الهيئة التابعة للأمم المتحدة. وقال جروسي والذي تولى الثلاثاء رئاسة الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمكلفة التحقق من الاستخدام السلمي والآمن للتكنولوجيا النووية، قال إنه من الضروري احترام حصانات مفتشين على الدول ألا تتدخل في عمل المفتشين، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى زملائنا الإيرانيين. وسحب النظام الإيراني اعتماد المفتشة، في المقابل اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه من غير المقبول أن تمنع إيران مؤقتا موظفتها من مغادرة البلاد.